دكتور، كما استعرضنا منذ قليل، وفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية شهر أبريل الماضي حوالي 5 مليارات و630 مليون دولار، وصل إلى 208 مليارات. قراءتك الأولية لهذه الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية في ضوء كل هذه الأرقام التي استعرضناها؟ يعني بعد تحية لحضرتك أستاذ إيمان والمشاهدين وبالطبع للضيوف الكرام، بالفعل هناك مشكلة متصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي لم تكن في حسبان نتنياهو ومجموعة أقصى اليمين الجامح التي تقود بالمعنى الأدق في هذه الحرب الخاسرة على جميع الجبهات. لم يحقق أي أهداف من أهداف الحرب التي أعلنها، وانخرط في مستنقع فيه يستنزف المجتمع الإسرائيلي بما فيه بند الاقتصاد. بند الاقتصاد يؤثر على جميع بنود الحياة في إسرائيل بشكل يجعلها غير جاذبة لمهاجرين جدد، بل على العكس يجعلها تشجع على الهجرة العكسية. إسرائيل تقوم دوما يا أستاذ إيمان على الهجرة وجذب المهاجرين الجدد. في شريحة كبيرة من المهاجرين الجدد تأتي لأسباب اقتصادية في المقام الأول، حينما يجد المهاجر بأن أمامه مكان طارد للسكان، فبالتالي يراجع حساباته ولا يأتي من الأساس. في هذا تهديد لأمن إسرائيل. أيضا الجوانب الأخلاقية، بمعنى أن المطاردة القانونية لنتنياهو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، الفاتورة القانونية الباهظة التي يدفعها المجتمع الإسرائيلي من خلال جذب إسرائيل لدكة الاتهام في محكمة العدل الدولية، يترتب عليها اشتباكات مع شركات كبرى. النهاردة في اشتباك مع النرويج، وزير خارجية النرويج، وتجاذب وتلاسل بينعكس على الشركات القادمة من النرويج، المستثمر القادم من هذه الدولة. سبقه اشتباك مع أسبانيا، مع فرنسا، طوال الوقت هناك اشتباك مع تركيا، محاولة ابتزاز لقطر. فهذا الأمر يجعل الجبهة عريضة، والاقتصاد الإسرائيلي ينزف. لم يكن يتوقع أن تستمر المواجهات على مدار الشهر العاشر بهذا الإيقاع وهذه الوتيرة، مع تقلص الحدود الإسرائيلية من الشمال والجنوب بسبب نزوح نحو 200 ألف من الإسرائيليين خارج منازلهم.